مستر كوريا. خير يا طاعون؟ جاي تترازل عليا في محل اكل عيشي ولا ايه؟ نازله تحني يا كوريا فينا وليل نهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اختي بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزله. شوف يا طاعون، الرغي هنا في المحل للحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا انصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقتي بدل ما وتربت امي. مش هقول لك استنى اما يخرج هيما، انا اللي هفرج عليك امي تلاقي لها الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى يا ست الستات، هيما خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيما. بس انا بحب هيما ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني؟ ده انا ساعتها هيجيني طاعون على حق. يلا يا رجاله لحسن حاسس ان الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقول لك يا دكتور الله لا يسيئك، انا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده، انا قلبي مقبوض وحاسس ان انا روحي هتطلع لو قعدت هنا اكتر من ساعه. يا ابراهيم انت عندك جرح كبير في مكان خطر وعامل لك تهتك في عضلات الكتف ونزفت دم كتير قوي. مش مهم، خرجني من هنا. يا ابراهيم انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام، انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا انا هروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، ايديه تتلف في حرير، هبقى ابعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ بتزعق ليه؟ بتزعق؟ ابلة يا ابلة. حلقت لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد هنا قد سنه او سنتين. اخرس انت، خرجني من هنا سوكا. سوكا خرجني من هنا. عايز احكي لك حكايه لواحد صاحبي اسمه صبحي. ياما كنت في الوراق كنا زملاء في الجامعه، كان صبحي دوت ما عندوش غير قميص وبنطلون واحد بيحضر بيهم كل يوم، بعد ما بيخلص الجامعه بينزل على الشارع بيدور على الفلوس باي شكل، اشتغل اي حاجه، يبيع مناديل، يغسل عربيات، يبيع فول، اي حاجه، المهم يجيب فلوس. وفي يوم راح لراجل صاحب محل كشري قاعد يتحايل عليه عشان يشغله عنده. الراجل صعب عليه وقام مشغل صبحي. صبحي اشتغل يغسل صحون وحاجات زي كده، الراجل حبه وابتدى يرقيه شويه بشويه لغايه ما قعده على الكيس اللي هو الكاشير يعني بلغتنا دي. مش صبحي بقى يحمد ربنا، لا، صبحي طمع، طمع صبحي، وابتدى يفكر ازاي يشارك الراجل في ماله، ابتدى يلعب على الراجل. الراجل حس، تخيل انت الراجل يعمل ايه؟ ها؟ ولا حاجة. ليه؟ عشان الراجل طيب. قام طرده اسبوع والتاني، وصبحي خلص القرشين ونزل تاني الشارع يشيل شنط ويغسل عربيات ويبيع مناديل وفل لغاية ما تعب. قام راجع للراجل تاني وبس ايديه قبل رجليه، ولا بوس ايدك، ابدأ معاك من الأول، إن شاء الله اغسل صحون. الراجل قال له خلاص. قال له إيه بقى؟ خلاص. قال له ادخل يا صبحي، خد دش وغير هدومك وخش المطبخ استلم شغلك. ها؟ مستنية ايه؟ ادخل خدي دش وغيري هدومك وخش اوضة النوم استلمي شغلك. ايه وقفت ليه؟
يلا حبيبي. يلا ماما. يلا! هو الأكل هو كولي. أكليني أنت بطاطس بالزيت أهي. أكلك أنا؟ آه. عادي. قلت كتير. حاضر حاضر، تفضلي. الله. الأكل حلو قوي من إيدك. ده كوريا سايبهولك. لا أنت اللي عاملاه. خلاص زي ما تحبي، أنا اللي عاملاه، المهم عجبك. الله. بالهنا والشفا. سعد بيحب البيض. سعد مين؟ ابني. آه. طب قومي اعملي له بيض. انا اخلص اكل بس واقوم اعمل له بيض. اتفضلي. وحننزل نخرج. نخرج نروح فين بس؟ نجيب حلاوه. مش هينفع نخرج، انا هحط لك حاجه تفرجي عليها في التلفزيون وادخل انا انام. تلفزيون؟ لا لا تنامي. لا اخرج مش برا. هينفع نخرج يا سندس. لا ينفع ماليش دعوه ماليش دعوه. طب بتعيطي ليه بس؟ عايز اخرج. طب اجيب حلاوه بالسوداني. يا ربي. طيب خلاص تعالي، ما تعيطيش، تعالي خلاص هخرجك وامري لله. فبوريش، عارف مصمت حبايب السيده؟ انا بقى في الحاره اللي في ظهره عدل. شلاء مهاشم وشارع زين العابدين، ده المنطقه دي نايسها كلها. بقول لك ايه، تعرفي زيكا باصبع؟ ده كان صاحب حاتم اخويا الله يرحمه. هو انت كان ليكي اخ اسمه حاتم الله يرحمه؟ حاتم الايطالي، انت ما تعرفوش الايطالي؟ الايطالي السداد، الاسم ده مش غريب عليا. طب وانت ليك اخوات تانية يعني غير الايطالي؟ عندي اخويا فواز الكبير، ده بقى اللي بيقطع التذاكر في مستشفى بوريش. بس قول لي، يعني هو انت ما بتعملش حاجه تانية غير موضوع الغنى ده؟ لا مطرب. ايوه يعني غير الغنى والطرب مفيش شغلانه تانية؟ انت طيبه على نياتك. هو في مطرب في مصر ما بيكسبش؟ انا لو ربنا كرمني والفلوس جريت في ايديا كده مش هقول لك، لازم اخلي منطقتي دي بطن البقر احسن منطقه فيك يا مصر. بقره دي بقول لك ايه في ايه؟ دي منطقتي يعني، لا الزمالك ولا المعادي ولا شبرا، بقول لك منطقتي بطن البقر. المهم طاني شريف بقى هسميه ايه؟ بطن البقره يا امي. مش معنى يعني تاني شريط؟ ما اول شريط لازم ينزل باسم امي، كلمات امي، الحان امي، توزيع امي، حتى الصوره بتاعت الشريط هينزل عليها صوره امي. ما انت ما تعرفيش امي، دي امي دي هتعرفيها. يا ولا انت وهو العب بعيد. والله لو الكره دي جت ناحيتي لقطعها لكم نتائج على دماغكم ودماغ اللي خلفوكوا، جت في القرف. السلام والرحمه يا خالتي موسوكا، عامله ايه؟ اقعدي يا اختي، عامله كويس الحمد لله. عملت حله رز بلبن، قلت لازم انا ادوقك منها. حطالك بقى ايه؟ زبيب وجوز الهند وزدان يستاهل بقك. متعبه نفسك ليه يا بنتي يا نواه؟ تعبك راحه يا خالتي. والله وحشتني القعده معاكي والنم على اللي رايحه واللي جايه. عايزه تنمي على مين يا بنتي؟ على كوريا؟ كوريا دي مين؟ قديمه. قديمه؟ كوريا دلوقتي بقت قديمه يا اختي. امال عاوزه مين الجديده يا روح؟ جمالات. اسم الله عليك، اسم الله يا اختي. عاوزاني انمي معاكي على جمالات بطبق رز بلبن؟ لا يا حبيبتي، مش اقل من صينيه بسبوسه بالقشطه وعين الجمل يا روحي. والله ما يغلو عليكي يا ام سوكا، ده انت حبيبتي، ده انت الغاليه. بس بجد والله العظيم البت صعبت عليا. ما يصعبش عليكي غالي يا اختي، مالها؟ مترمله يا عيني. البت صغيره وزي القمر بس مترمله، جوزوها راجل من الخلاجه كبير في السن، ومقرش ومعاه فلوس، بس يا عيني اتفرهد منها ومات. ولاده بقى راحوا واخدينها وقالوا لها يلا يا اختي امك في العش ولا طارت، طردوها طردت الكلاب ورجعت يا قلب امها ايد ورا وايد قدام. وما خلفتش؟ لا ما خلفتش، هي لو كانت خلفت كانوا طردوها طردت الكلاب كده اهوت. طب ومالها يا اختي؟ من ساعة ما طلعت يعني لا حس ولا خبر. الله، لا تكون مستكبرة وشايفة نفسها علينا ولا على رجليها نقش الحنة. يا اختي انا معرفش، انا لا احب حد يقولني ولا يعودني، بس يا بت البت ده ايه؟ سهناي؟ والله سهنة كده هوت، وتحس انها ما تريحكيش، زي ما يكون عندها حاجة كده هوت مدفونة جواها. والله لا 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 لا، حاجة مدفونة عليك انت برضو يا موسوكا. انت كده لا تبقي خالتي ولا عرفت. وحياة مقاصيصي دول، لا اجيب لك قرار الموضوع والمدفون كله، ده انا ما بقاش ام سوكا يا بنت. تخرج تقعد، انا ماليش فيه.